السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في مطبخ حبيبة. النهاردة راح نعمل مع بعض الفطيرة باللحم مطرومة وبجبنة. يلا بينا نشوف المكونات وتقدير ونعمله ازاي. هما دول المكونات اللي راح نحتاجه بيه عشان نعمل العجينة الفطيرة: كوباية اللبن، كوباية زبادي، نص كوباية زيت، 4 كوبايات الدقيق، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج بودر، معلقتين كبيرة من السكر وخميرة. يلا بينا نشوف راح نعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول راح نحط الكوباية اللبن دافية، بسم الله، وراح نحط نضيف عليها الخميرة والسكر. بعد ما قلبناه كويس راح نسيبه ربع ساعة عشان تخمر شوية. بعد ربع ساعة راح نضيف عليها الزبادي، كوباية الزبادي، وراح اضيف عليها البيكنج بودر والملح، هضيف عليها الكوباية نص كوباية الزيت، اقلبه كده كويس، اقلبه كويس، نجيب 4 كوبايات الدقيق. ثانية ثالثة واخر كوباية الرابعة. وراح نبدأ نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضيف كمان شوية دقيق، بعد ما عجنتها كويس هحط شوية زيت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي راح نسيبها من 40 للساعة عشان يخمر. هنا جهزت الحاجة اللي راح احشي بيها الفطيرة: لحمة مطرومة 1/4 كيلو، عملتها بشوية صلصة وبهارات والملح، وهنا عندي جبنة وراح احطها على اللحمة بعد ما بردت عشان يبقى احشي بيها. هنا ونجيب العجينة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، راح ناخدها من هنا. دلوقتي اجيب العجينة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده قد كده. دلوقتي اجيب الكوباية واقوم اعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
دلوقتي ناخد دول نلمهم كده ونعمل كرة ونسيبهم كده اهو. عملنا كمان كرة ونسيبها لما نخلص دول نعملها برضه ونسيبها تتحفظ. دلوقتي نجيبها كده هنجيب الحشوة اللي انا بنحشي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقوم نقفلها كده نقفلها جامد كده من جنوب ونحطها هنا ونقوم نعمل بالشوكة نعمل كده. بصوا بالشكل ده اوري لكم كمان واحدة هنا كده احط قد كده في النص واقوم اقفلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم نقفلها كويس جدا كده وبعد كده كمان نعملها بالشوكة كده بالشكل ده عشان نقفلها ما يطلعش الحشوة بتاعنا بره بالشكل ده. راح اكمل الكمية وراح ارجع لكم شوية سمسم على الوش كده ودلوقتي هدخله في الفرن هسيبه نص ساعة وبعد كده هرجع اوري لكم اياها. وده شكله بعد ما طلعته من الفرن هسيبه يبرد. بصوا اهو برضه حلو بصوا ده سخن سخن كمان مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم وده شكله بعد ما طلع من الفرن. لو عجبكم الوصفة لايك وشير واشتركوا في القناة. مع